في وادي يقول عنه العلماء في جهنم يسمى وادي هبهب، يوضع فيه كل من يدخل نكد على مسلم او على مسلمين. وهناك شيخ وجدي في ناس تدخل نكد على أسرة، وفي ناس تدخل نكد على حي، وفي ناس تدخل نكد على عالم بأسف. لا إله إلا الله. ماذا أين يذهبون من الله عز وجل؟ لأن فيه فريضة غائبة نسيناها، وهي إدخال السرور على أخيك. إدخال السرور. دي فريضة. الله. فريضة. الله. مش يعني نافلة، مش نتلفى، مش أنا يعني أعمل منظرة أنا عشان أفرحك، لا. لابد أن. ولذلك قال العلماء إذا أردت خيرا فعجله. لأن العباس رضي الله عنه، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر جلسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. فخرج الرسول لهم بيدردشوا. شوف الدردشة بتاع السلف، وشوف الدردشة بتاع مش عايز أقول تنبؤ الخلف، الفرفشة بتاع الخلف الله عليه. دردشة السلف. قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف المعروف، بيتكلموا في المعروف. قال وماذا قلتم؟ قال أبو بكر أما أنا فقلت إن خير المعروف تعجيله. ها، عايز تعمل معروف؟ عجله، اعمل على طول. وقال عمر وأنا قلت إن خير المعروف تصغيره، ما تكبرش اللي أنت عملته ولا عملنا حاجة يا عم، تواضع يعني. تواضع تمام. وقال العباس رضي الله عنه وأنا قلت إن خير المعروف ستره، لا داعي تفضح الناس. وتبرع فلان الفلاني للولد اللي ساكن في الحارة الفلانية بدراجة يذهب إلى هذا المدرسة. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة. المعروف فيه الإيه؟ ثلاث حاجات. إن عجلته هنأته، التعجيل. وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته.